السلام عليكم وأهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. سامسونج جالاكسي اف 22 هو الجهاز الذي أعلنت عليه سامسونج اليوم، جهاز ممتاز جدا ينتمي إلى الفئة الاقتصادية، يقدم قيمة كبيرة مقابل السعر. سنتعرف على كل ما يقدمه هذا الجهاز وعلى السعر الرسمي الذي ينزل به، لكن قبل أن نبدأ لا تنسى الإعجاب بالفيديو وبالنقر على الزر لايك. إذا كان لديك أي استفسار اكتب لي تحت في التعليقات. أما إذا كانت هذه أول مرة تشاهد قناتنا لا تضيع هذه الفرصة، اشترك الآن وفعل زر الجرس لتكون متابع لآخر الأخبار وتطورات التكنولوجيا أولا بأول. الشاشة هنا من أكبر نقاط القوة في هذا الجهاز، لن تجد شاشة أفضل منها في نفس هذه الفئة السعرية، حيث تأتينا من نوع سوبر أموليد، يعني سطوع ألوان من أفضل ما يكون. الشاشة تأتينا كبيرة بحجم 6.4 إنش وبنسبة استحواذ 84%، يعني كل المواصفات المميزة نجدها مع هذه الشاشة. كذلك تدعم ريفرش ريت، تردد شاشة 90 هرتز، يعني سامسونج لن تتغاضى على أي شيء مع هذه الشاشة رغم أن الجهاز يأتينا من الفئة الاقتصادية. فعلا نقطة قوة تحسب للجالكسي اف 22. ظهر الجهاز يأتينا مصنوع من البلاستيك والفريم مصنوع من البلاستيك، كما نجد في الظهر مربع فيه 4 كاميرات خلفية وفلاش LED. الكاميرا الأساسية هنا تأتينا بدقة 48 ميجا بكسل، الكاميرا الثانية كاميرا ألترا وايد لتصوير الزاوية الواسعة تأتينا بدقة 8 ميجا بكسل، الكاميرا الثالثة كاميرا ماكرو لتصوير الأشياء من قرب تأتينا بدقة 2 ميجا بكسل، أما الكاميرا الرابعة فهي كاميرا ديبث سنسور تأتينا بدقة 2 ميجا بكسل. أما بالنسبة لكاميرا السيلفي فالجالكسي اف 22 يأتينا مع كاميرا أمامية فقط تأتينا بدقة 13 ميجا بكسل. المعالج هنا يأتينا من شركة ميديا تك الهيليو جي 80 بمعمارية 12 نانومتر، معالج جيد جدا، لن يعطيك أفضل تجربة أداء لكنها تعتبر الأمثل في هذه الفئة السعرية، لن تواجه معه أي مشكلة. كما يأتينا الجهاز مع أحدث نسخة لأندرويد، الأندرويد 11، وبدون شك أنه يأتينا مع أحدث واجهة لشركة سامسونج الوان يو آي 3.1. بالنسبة للبطارية، من أهم نقاط قوة هذا الجهاز يأتينا مع بطارية عملاقة بحجم 6000 ملي أمبير، كما يأتينا في العلبة مع شاحن بسرعة 15 واط. الجالكسي اف 22 أصدقائي يأتينا مع USB Type-C، يأتينا مع بصمة على الشاشة، يأتينا مع لاود سبيكر عادية، سماعات عادية، ويدعم مدخل 3.5 ملي للهيدفون جاك. وسيتوفر الجهاز بنسختين، النسخة الأولى تأتينا مع 64 جيجا للمساحة الداخلية و4 جيجا للرام، أما النسخة الثانية فتأتينا مع 128 جيجا للمساحة الداخلية و6 جيجا للرام. كذلك مع كلا النسختين الجهاز يدعم مدخل للإس دي كارد، يعني بإمكانك إضافة مساحة داخلية. بالنسبة للألوان سيتوفر بلونين فقط، اللون الأسود واللون الأزرق، ويبدأ سعر السامسونج جالكسي اف 22 مع النسخة الأقل من 140 يورو، ما يعادل 170 دولار، أما النسخة الأقوى فتأتينا بسعر 165 يورو، ما يعادل 190 دولار. فعلا سعر ممتاز جدا لكل ما يقدمه هذا الجهاز، يعني يأتينا بمواصفات خرافية وسعر ضئيل، يعني لن تجد أفضل من هذا الجهاز في هذه الفئة السعرية. شاشة سوبر أموليد مع ريفرش ريت 90 هرتز، كاميرات ممتازة، معالج جيد، وبطارية عملاقة، فعلا وصفة ممتازة جدا تقدمها سامسونج في هذه الفئة السعرية. إلى هنا أصدقائي وصلنا إلى ختام الفيديو، أشكركم على المتابعة، أتمنى أنكم استفدتم وأن الفيديو أعجبكم. لا تنسوا اللايك سبسكرايب وفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. أراكم في فيديو قادم، إلى اللقاء وشكرا.